معركة هيئة الدفاع عن معارضين لحكومة قادتها حركة النهضة الإخوانية وجرى اغتيالهما من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي بعد. إذا ما استمعنا لمحامين وناشطين تونسيين راشد الغنوشي من خلال جماعاته الدينية السياسية ومنظومته السرية ومنصبه في هرم الحكم، لا يهيمن فقط على السلطة التشريعية وبعض مؤسسات السلطة التنفيذية، وإنما أيضا على السلطة القضائية، كما يقول محامو شكري بالعيد ومحمد البراهمي. كل المعارك كانت حركة النهضة ورئيسها اللي هو راشد الغنوشي من يبادر بالدفاع وبتبرير كل ما يرتكبه بشر العكرمي من أخطاء ومن جرائم تتعلق بسير العدالة وبحسن سير العدالة وبكشف الحقيقة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية وبجرائم الاغتيالات. الغنوشي بهذا الشكل يوفر الغطاء السياسي والحماية لمجموعات متطرفة ومسلحة فيما تواجه بلاده هجمات دموية من وقت لآخر، كبدت قطاع السياحة خسائر فادحة، وهو القطاع الحيوي لاقتصاد تونس المنهك بعد 10 سنوات من الثورة. بشير العكرمي أحد رموز هذه المنظومة اللي تواجه فيها هيئة الدفاع بعد الثورة، هذه المنظومة اللي اليوم عطلت مسارات أبحاث في قضايا كبرى، تجاوزت ملف الشهيدين وتجاوزت ملف الجهاز السري وأصبحت تمس بأمن التوانسة، بالأمن القومي للبلاد التونسية. بشير العكرمي نائب العام السابق والذي تردد اسمه محسوب على الغنوشي ومتهم من طرف أوساط حقوقية وسياسية بالتواطؤ مع إخوان تونس في إخفاء أدلة تتعلق بقضايا إرهاب محلية وبملفي الاغتيالات السياسية وتجنيد الشباب للقتال في بؤر التوتر. 20,000 إرهابي، رقم كبير ومرعب في بلد يعيش انتقالا ديمقراطيا هشا وأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. خليل ولد جدود العربية تونس.